داكور، هو الانتفاخ كيمكن يكون في المعده والنظران، فهمتي؟ بالخصوص لان مرتبطين نظرا لان قنوات الشتاء بعشي، هذه كتكون هذا الانتفاخ هذا في الاغلبيه الاحيان كيكون مرتبط بغازات، وهذه الغازات اللي كيمكن تكون اسبابهم هي الحميه اللي ما كتكونش متوازنه، التغذيه اللي كتكون فيها بعض الحوايج اللي كتسببها، اللي يمكن نتكلموا عليها اللي بغيتي ان شاء الله. رمضان عنده خاصة هي أنه النهار طويل مثلا، واللي كان الواحد كيكون فيه امتناع ديال الأكل وكتغير، وهاد الأسباب هذه ما بين الأسباب اللي كتجعل بعض الناس اللي كيتشكاو من اضطرابات في الجهاز الهضمي اللي كيمكن يعني المعدة ولا النظران يتسبب في هاد الانتفاخات، ولكن بالخصوص وهو الحمية اللي حنا كننصحوا فيها دائما باش تكون متوازنة، بالخصوص لأن التغذية كتكون بالليل ياك والليل قصير، وفي بعض المرات الإنسان ما كيحترمش الحمية فيما يحوص الطبيعة ديال الأكل. فحنا دائما كنقولوا بأنه ما بين الأسباب، بحال دابا الامتناع من ماشي الواحد اللي ما كيديرش الرياضة، الواحد اللي كياكل بواحد السرعة مفرطة، الواحد اللي ما كيفرغش التغذية ديالو بالليل، الواحد اللي كيكثر من القطنيات ومن العجائن، وهاد المسائل كلها كتدير كتكون سبب من اسباب الانتفاخ وازعاج اللي كيعيش الانسان. هو انتفاخ هذه في الاعراض، انتفاخ المعده كتكون عنده الاعراض ديالو خاصه انه انتفاخ كيكون عالي، وثانيا كيكون ما يسمى بداك الشيء ديال التقرع، من كيتقرع بزاف لي غاز من فمو هذا الشيء. انتفاخ المصران هو البطن كله كيكون منتفخ، وثانيا كيكون مثلا ديك الغازات كتكون عن طريق البروز، مع البروز كتكون معاه كثيره وكتكون ازعاج في البطن كله. الامساك هو انه خصنا نحددوه مزيان. الامساك يمكن تكلموا عليه طبيا لما كيكون الانسان ما كيمشيش يدير البروز ديالو في ما خصوش يفوت 3 ايام. الانسان اللي كيمشي يوميا مزيان، اللي كيمشي مره في 3 ايام ولكن عادي، كاين اللي عنده الكولون كيتمشى بهذا الشكل ولكن عادي، بروز عادي ما كاين مشكل. ملي كيفوق 3 ايام ما كيكونش عادي، ولا كيكون غير في نهار واحد وكيكون البروز قاصح وداك الشيء، كنسميوه امساك. وداك الامساك كنلاحظوه بالخصوص في رمضان نظرا للطبيعه ديال هذا الشهر الصيام الكريم، وثانيا الناس ما كيحترموش مثلا ما كيشربوش السوائل، لان المصران الوظيفه ديالو الاساسيه هو التوازن الماء في الكرش في الدات، وهو كيسمح في راسو الا كان مثلا الماء قليل. دونك السوائل كنصحوا بها بزاف بالليل، وفرقوا على ديك المده ديال الليل، وثانيا بحال دابا العصير اللي يكون مصيب في الدار بفواكه وداك الشيء حتى هما كينفعوا.